ومن بعد سنة 2022 إلا اقتصاد، اقتصادية محضة. وتما نشوفوا شكون اللي راه يمشي الطريق اللي اختاريناه وشكون اللي راه يعرقل. وسبق شكاو الشباب اللي تعطي التعليمات ولكن دايرين النية في الهبال كما يقولوا. شاب تاع لونساج دا سلفية، ربما أنا ذاك كانت النية باش يسكتوه توزيع الريع، ما نجحش. اليوم تفوتوا في العدالة، حيدين له رزنامة باش يرجع، باش يرجع الدراهم لازم يرجعها، ولكن دير له رزنامة باش يرجع. وإلا كان استثمر في مشروع اللي تجاوزته الأحداث وتجاوزته التكنولوجية وباش يدخل في التكنولوجيا الجديدة نتاع لي ستارت اب وغيرها، خليه زيدو باش يحول المصنع نتاعو إلى إنتاج آخر. هذه قلتها وعطيت تعليمات، ولكن روح شوف شباب مدمرين. إيه